ودبلوم حلو لغاية كده. واضح إن مالكيش في التعليم. وعلى إيه يا باشا وجع القلب وضياع العمر؟ ألا قولي، هو أنت مرتبك كام بعد كل العلام ده والوظيفة القبها دي؟ متتحسبش كده هي. أمال بتتحسب إزاي؟ أنت عارف أنا بصرف كام في اليوم الواحد هنا؟ يجي قد معاش أبويا في الشهر يجي 3-4 مرات. دلوقتي بقى عندك فيلا وعربية وفلوس. كنت فاكرة إن هو ده اللي أنا عايزاه، لكن قابيل ضيع كل حاجة. ده لو كان هو اللي قتلك فعلا. أنت يا عقرب يا جدي، دول أكتر برجين شكاكين. أنا أسد. حصل لي زي ما حصل له، ضحية من ضحايا قبيل. قولي ما كنتش انت اللي عملتي كل ده. ازاي يعني؟ هخطفهم واقتلهم كلهم؟ يا باشا انا اغلب من الغل. طول عمري فاكره ان انا نصحى ودماغي توزن بلد. لغاية ما خدت على دماغي بالجزمة. دور تاني يا طارق باشا، دور تاني. شيماء عبد العليم السيد. مش كل حاجة بتعدي يا كومي. انت أذيت ناس كتير وافتريتها على ناس كتير. أنا واحد من الناس دي.